تغطيتنا من كوب 28 مستمرة عبر إذاعة ستار اف ام مع ضيوفنا يلي يومياً عم بيطلوا علينا لحتى يغنونا أكيد بمواضيع جديدة منوعة ومختلفة حاملينا من كوب 28 أو جابوها على كوب 28. بهذا الوقت بيسعدني رحب وبشرفني رحب بسعادة الدكتورة فريدة الحوسني مدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة. أهلا وسهلا فيك دكتور فريدة. حياكم الله وسعيدين بوجودنا معاكم اليوم. ونحن أسعد دكتور فريدة جدا. أنتوا كنتوا بنشاط خلال كوب 28 من الأيام الأولى وأيضا مع إطلاق كوب 28 ليوم الصحة لأول مرة بأي مؤتمر للأطراف كان له تأثير على كل القطاعات الصحية. خلينا نبلش ونحكي عن أهمية يوم الصحة بكوب 28 على القطاع الصحي بدولة الإمارات. صحيح، أكيد أن مؤتمر الأطراف يعتبر يعني مؤتمر ومنصة عالمية لتبادل التجارب والخبرات والالتزام الدولي الموجود في موضوع تغير المناخ وكيف أن احنا لازم نشتغل كمجتمع دولي ونشتغل كفريق عمل واحد لتحسين أزمة المناخ. طبعا الصحة في تغير محوري في الحوارات الدولية اليوم بوضع الصحة في قلب الحوارات والمفاوضات الدولية، وهذا له معنى كبير وأثر كبير. ليش؟ لأن اليوم تأثير المناخ على كل فرد يعطي التزام أكبر للدول للمجتمعات وللأفراد أن نحن اليوم نشتغل مش بس لثلاثين سنة قدام، نحن نشتغل اليوم لأن التأثير مباشر علينا نحن كأشخاص، وبالتالي نحتاج أن نكون أكثر التزاماً من أي وقت مضى. صح دكتور فريدة، اليوم كان في تساؤلات أنه شو علاقة تغير المناخ بالصحة، ويمكن هيدا موضوع اتطرقنا عليه ووضحناه كتير أنه اليوم كل شيء عم يرجع بسايكل للإنسان. صحيح. والإنسان لما بيكون بصحة جيدة بيقدر يهتم لبيئته، وبينما لما بيكون تعبان ومريض ما بيعود أي شيء بهمه وبتصير بيئته مريضة. فاليوم كيف قادرين نوصل هذه الرسالة التوعوية عن أهمية تأثير تغير المناخ للإنسان؟ قد إيه قادرين من خلال القطاع الصحي تبعتوا الرسالة بمحلة إذا بديك، الرسالة الواضحة، الرسالة اللي بتحمل كل شخص مسؤولية صحته وبيئته؟ طبعا أكيد أن التأثير مباشر، لأن اليوم نحن كأشخاص عبارة عن تفاعل بين العامل الجيني ومكوننا كبشر وبين عاداتنا وغذائنا وأيضا بيئتنا. فاليوم البيئة كيف قاعدين، الهواء اللي نشمه، أشعة الشمس وما إلى ذلك، كل اللي حوالينا أكيد له تأثير مباشر علي أنا كشخص، وبالتالي اليوم مش كثر أنا قاعد أعطي لبيئتي ترى أيضا هذا له انعكاس بشكل مباشر علي أنا كشخص. فلازم أكون هني واعي ومدرك بأهمية تأثير البيئة مش بس على المجتمع أو على صحة الأجيال القادمة ولكن على صحتي. نحن اليوم كجهات صحية ومن سنوات إحنا نتكلم عن تحسين جودة حياة الفرد، نتكلم عن كيف ممكن نعيش حياة أفضل، أسلوب حياة صحي، هذا كله مرتبط بشكل مباشر وبشكل دايركت مع البيئة. وبالتالي اليوم لازم نتبنى عادات صحية ولازم يكون في سلام بيننا وبين البيئة. صح دكتور فريدة، أكيد كان عندكم العديد من الفعاليات على مدار كوب 28 من البداية ومستمرين لليوم الأخير، وقعتوا اتفاقيات، شاركتوا ببانلز بديسكشنز بمواضيع مختلفة. خبريني عن يلي جبتوه معكم على كوب 28 ويلي أخدينه معكم من كوب 28 لما بعد كوب 28. طبعاً كوب 28 هو فرصة أن احنا نعرض الجهود اللي صارت في الفترة الماضية، نستعرض بعض المبادرات اللي أطلقناها اللي كانت نتيجة هذه الجهود للسنوات الماضية، وأيضاً هي ليست النهاية ولكنها أيضاً استمرارية والتزام إن نظهر اليوم ونستمر فيه. فاليوم في مبادرات كثيرة راح تستمر معانا لسنوات لتحسين اللي دورنا يعني في موضوع تحسين صحة المجتمع، وكيف أن اليوم العوامل البيئية مربوطة بالنظام الصحي والخدمات الصحية اللي نقدمها. نعم. طبعا في محورين رئيسيين، موضوع المحور التنظيمي أن دائرة الصحة اليوم بدورها كمنظم للخدمات الصحية كان في إطلاق لمؤشر
وهو عبارة عن تأكيد في موضوع تبني جميع المستشفيات القطاع الخاص والحكومي لمعايير الاستدامة داخل المستشفيات. فأنا اليوم لما أقدم الخدمات أكون أيضا أقدمها وأنا يعني أيضا أدخل كل معايير الاستدامة في العيادات، في المستشفيات، في جميع الخدمات الصحية الموجودة داخل الإمارة. هذا هو الجانب التنظيمي والتشريعي. هناك أيضا جانب مهم وهو الاستعداد للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة في المستقبل، والذي يتطلب من الجهات الصحية مرونة في التعامل. نحتاج إلى الابتكار. نحن لا يمكن أن نستمر بالعمل كما كنا نعمل في السنوات الماضية. نحتاج إلى أن نحن نطور المنظومة الصحية من ناحية الابتكار، تبني التكنولوجيا في كافة البرامج. فأطلقنا أيضا هي مبادرة العبء البيئي للأمراض. شو هي العبء البيئي للأمراض؟ يمكن الناس ما تفهمها. هي عبارة عن ربط البيانات البيئية مع البيانات الصحية. فممكن أنا اليوم في منصة تفاعلية أحسب كم نسبة الأمراض القلب والأمراض التنفسية المزمنة التي تؤثر على صحة المجتمع، اللي هي بسبب مخاطر بيئية. شو هي النسبة اليوم؟ أوكي. وشو المتوقع خلال السنوات القادمة بناء على السيناريوهات المختلفة؟ فأنا هذه طبعا ممكن تكون منصة لجميع القيادات الموجودة، متخذي القرار، وأيضا للبحث العلمي والابتكار. أوكي. خلينا أحكي عن الجانبين يلي ذكرتيهم ونحكي شوي بتطلع نحو المستقبل. رح بلش بالجانب التنظيمي. اليوم نحن عم نشتغل على جانب تنظيمي بالمستشفيات والمراكز الصحية لحتى يكونوا عم بيقدموا الخدمة بطريقة مستدامة أكثر. اليوم لما بنحكي على الاستدامة في المستشفى أو في المركز الصحي، شو هي النقاط الثلاثة؟ ما رح نحكي عن كل شيء، بس نقاط ثلاثة أساسية بتشوفيهم سعادتك لحتى نقول نحن ابتدينا، نحن عم نمشي بطريق مستدام في القطاع الصحي بالمستشفيات والمراكز الصحية. طبعا موضوع الاستدامة الشيء الرئيسي هو كيف ان العمليات اللي نقوم فيها من ناحية تقديم الخدمات تكون عمليات صديقة للبيئة. في محاور رئيسية يتم قياسها في القطاع الصحي ويتم مراقبتها من خلال دائرة الصحة لتأكد من التزام الجهات الصحية بهذه المبادرة اللي هي تكون عمليات صديقة للبيئة. كيف ممكن أقلل الانبعاثات الكربونية المباشرة الناتجة عن العمليات الموجودة، وأيضا توعية الكادر الصحي، الأطباء العاملين في القطاع الصحي بأهمية دور الاستدامة، الممارسات اليومية اللي ممكن يسوونها داخل المستشفيات اللي ممكن تقلل من الانبعاثات الكربونية، شيء ضروري. وأكيد أن دورهم أيضا راح يكون في موضوع توعية المجتمع، لأنهم هم يستقبلون الجمهور ويوعون الجمهور. فنحن اليوم لازم نكون قدوة كقطاع صحي لجميع فئات المجتمع اللي نتعامل معهم بشكل مباشر. حلو كتير هذا الموضوع، أهمية التوعية للإدارات الصحية، للطاقم الصحي، وأيضا للأشخاص اللي عم بيجوا على المستشفى أو المركز الصحي. ونفس الشيء هذا عم نشوفه يمكن بالقطاع التربوي، عم نشوفه أيضا بالمدارس مع الأمور الجديدة اللي عم تدخل على كل ما يتعلق بالقطاع الدراسي. هل رح بيكون في تركيز أكبر على المنتجات المحلية لحتى نقول نحن باستدامة؟ يعني الأشياء اللي قادرة تكون لوكالي رح نعتمد عليها أكثر بالطريق المستدام؟ أكيد طبعا، هذا جزء كبير من العمليات اليوم، كيف أن نحن نستخدم الموارد المحلية الموجودة. وأيضا في جانب مهم آخر وهو التخلص من النفايات، النفايات الطبية أكيد مهمة جدا، وبالتالي أيضا كيف أن نحن نقلل من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النفايات، كيف أن نحن نحط المنظومة بتكون أكثر مستدامة. في جانب آخر مهم وهو كيفية التعامل الجهات الصحية مع السيناريوهات المختلفة. اليوم كيف أن القطاع الصحي يكون جاهز للتعامل مع نسبة أكثر من الأمراض والزيارات الصحية اللي ممكن تنتج عن السيناريوهات المختلفة، مثل ما شفنا بكوفيد 19. صحيح. فالمرونة هني ضرورية جدا، وبالتالي هذا يتطلب أكيد تخطيط، يتطلب عمل استباقي، لازم نكون في جاهزين ومتوقعين كافة السيناريوهات المحتملة. ذكرتي الابتكار، واليوم عم نشوف بكوب 28 العديد من الأفكار الجديدة والمبتكرة، وعم نفهم أكثر أنه اليوم لما بنحكي استدامة العالم مش بس بحاجة للفندز، مش بس بحاجة، مظبوط الفندز مهم وأساسي، ولكن نحن بحاجة أيضا للابتكار. ماذا يريد القطاع الصحي من ابتكارات
لحتى يكون مستدام أكثر؟ أي نوع من الابتكارات أنتم بحاجة لها لحتى نقول نحن بحاجة لهذا النوع من الابتكارات for more sustainability، لاستدامة أكبر؟ القطاع الصحي من القطاعات اللي هي معقدة نوعا ما من الناحية الفنية، يعني اليوم نحن ما نحتاج على محور واحد، ولكن نحتاج لتدخل الابتكارات في جميع المحاور. اليوم تكلمنا على جودة حياة الفرد، كيف أنا ممكن أقلل من زيارات الأفراد للرعاية الصحية، كيف أوفر للخدمة وهو في البيت. حلو. كيف اليوم أبدأ في موضوع الوقاية وأفكر فيها للمستقبل؟ يعني أنا اليوم الاستثمارات اللي راح أقوم فيها اليوم في القطاع الصحي راح تساعد في تقليل العبء المرضي في المستقبل. صح. فهذا شيء مهم جدا، وبالتالي الابتكار مهم جدا. هناك أيضا بعض الأمراض اللي ممكن، وأيضا استضفنا خبرات عالمية تكلمنا فيها، وهي موضوع الأمراض المعدية، اللي هي مثلا الأمراض المعدية الناتجة عن نواقل الأمراض. احتمال من السيناريوهات المتوقعة زيادة الحرارة والرطوبة المتوقعة في العالم ممكن يزيد من تكاثر البعوض. كيف اليوم أنا محتاج إلى الابتكار في مجال تقليل الأمراض؟ فاليوم هناك مجالات عديدة وكثيرة نحتاج فيها إلى الذكاء الصناعي، نحتاج فيها إلى التكنولوجيا، ونحتاج للبحث العلمي. وهنا أهمية التخطيط الاستراتيجي وتحديد الأولويات البحثية والابتكار اللي نحتاجه لتحسين صحة المجتمع خلال السنوات القادمة. يعني يلي ذكرتيه هو ملخص عن كل يلي نحن بحاجة له. وتعقيبا على هذا الموضوع استضفنا عبر إذاعة ستارف أم، وتحديدا بما يتعلق بالبرغش أو البعوض، تقنيات جديدة وإنوفيشنز اليوم بتعطي بكتيريا للبعوض ما بتقتل البعوض، ولكن ما بتعود تخليه ينقل الأمراض. صحيح. فاليوم هذا مثال على بعض الابتكارات اللي عم نشوفها بكوب 28، واللي اختارت انه كوب 28 يكون المنصة يلي منها بينطلق ومنها بيوصل الى العالم. دكتور فريدة، شكرا لوجودك معنا لليوم. ما هي رسالتك لكل فرد اليوم بالمجتمع لحتى يحافظ على صحته، لحتى يهتم اكثر بصحته، ولحتى مثل ما ذكرتي يكون عم بيقوم بمشوار وقائي قبل ما يوصل للمرض؟ شو هي رسالتك للي عم يسمعونا اليوم؟ طبعا اليوم رسالتي لكل شخص يسمعنا اليوم في هذه المنصة ان انت اليوم لك دور كبير، لا تستهين ابدا بدورك، لانك انت اليوم تلعب دور كبير في ابسط الاشياء اللي تقوم فيها. وبالتالي نحتاج نكون اكثر وعي، نحتاج نكون اكثر مساهمه، لان في النهايه كل سلوك انا اسويه اليوم راح ينعكس على صحتي في المستقبل. تمنياتي بالصحه والسلامه للجميع. شكرا لك سعادة الدكتورة فريدة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة. شرفتينا. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. نتابع مستمعينا لقائنا لليوم كوب 28 على ستار FM.